هنتكلم عن شابتر 1 منهج جريد 2، وده كورس خاص بالامهات اللي حابه تذاكر لاولادها. لكن قبل الدراسه ان شاء الله هيبقى في كورس خاص للاطفال هنشرح فيه المنهج بصوره تفصيليه، وهيكون فيه حل امثله كتير. شابتر 1 بيتكلم عندنا على ايه؟ بيتكلم عن الباراجراف. يعني ايه باراجراف؟ باراجراف هو عباره عن تشارت، يعني رسم بياني بمثله ب 2 اكسس، horizontal axis و vertical axis، يعني محور افقي ومحور راسي. الباراجراف بيبقى ليه طبعا تايتل اللي هو العنوان، بكتبه هنا، والباراجراف بمثله بكولم يعني اعمده ببتدي احط عليها العدد بتاع الصوره اللي هو جايبها لي. المفروض ان الباراجراف ده بيتمثل بطريقتين، يعني بيبقى ليه في horizontal باراجراف وفي عندنا vertical باراجراف. هنبص هنلاقي ده الفيرتيكال باراجراف، يعني الكولومز عندنا متمثله بطريقه راسيه، اما ده فهو الهوريزونتال باراجراف يعني الباراجراف الافقي، وهنلاقي الكولم متمثل بطريقه افقيه. طيب هل الداتا اللي موجوده في الفيرتيكال هي او نفس الداتا اللي موجوده في الهوريزونتال؟ الداتا في الفيرتيكال والهوريزونتال بتبقى ذا سيم. طيب الباراجراف ده بيبقى مطلوب منه ايه؟ مطلوب من الطفل ان هو بيجيب له الباراجراف، وبيطلب منه ان هو يعد الصور اللي موجوده عنده، او ممكن يجيب له الصوره ويطلب منه ان هو يمثلها في باراجراف. زي هنا مثلا هنلاقي ان هو جايب لي فيرتيكال باراجراف، وبيطلب من الطفل ان هو يحوله لهوريزونتال باراجراف، اهو بيجيبه له. بياخد الطفل الداتا اللي موجوده في الفيرتيكال وبيبتدي يعمل لها بلوت على الهوريزونتال باراجراف، هيها نفس الداتا بالظبط، بتبقى ذا سيم. دي صوره مثلا جايبها للطفل، ممكن يجيب له صوره زي كده ويبتدي يقول له اعملها لي في فيرتيكال باراجراف، او اعملها لي في هوريزونتال باراجراف، او عد لي ذا نمبر بتاعت كل شيب من ده، كل شكل من ده. فبيبتدي الطفل يعدهم وبيكتب عددهم. هل هو بيطلب بس النمبر بتاعت الاشكال دي؟ لا، هو ممكن كمان يقول له، يبتدي بعد ما بيجيب النمبر ان هو يقول له مين فيهم ذا بيجر، يعني انه الاكبر، وانهي ذا سمولر، ويبتدي يعمل له جدول زي ده، ويبتدي يعرفه، بيفكروا هنا ان العلامه دي معناها بيجر زان، والعلامه دي معناها سمولر زان، اما العلامه دي فمعناها ايكوال. بيبتدي يحل ده من خلال الصوره وعده للاشكال اللي موجوده. مش بيكتفي بس عند كده ان احنا عرفنا ان الباراجراف هو عباره عن او في منه شكلين هوريزونتال وفيرتيكال، لا ده هو ممكن يجيب لك كمان، بدل ما يجيب لك صوره هو ممكن يجيب للطفل تيبل، ويطلب منه ان هو من خلال التيبل ده يبتدي يمثل الباراجراف سواء بطريقه الفيرتيكال او بطريقه الهوريزونتال. المثال ده هو جايب لي تيبل هنا وجايب لي فيرتيكال باراجراف، وبيبتدي يقول لي اعملي بلوت للتيبل ده على الفيرتيكال باراجراف ده. زي ما قلنا ان الباراجراف ده مثلا عندنا فيرتيكال باراجراف، زي ما قلنا ان الباراجراف ده هو بيطلب منه النمبر، زي مثلا هنا ممكن يقول له ذا نمبر اوف ستودنت هو لايك انجلش. بعد ما اتعلمنا ازاي نعمل بلوت على الفيرتيكال باراجراف والهوريزونتال باراجراف، اتعلمنا نجيب النمبر، اتعلمنا نشوف بيجر زان وسمولر زان وايكوال، هيجيب لي فيرتيكال باراجراف ويقول لي مثلا المثال ده ذا سبجكت ويتش لايكت ذا ليست، يعني الاقل ماده هما بيحبوها، هنلاقي هنا الساينس، وذا موست هنا الارابيك. طيب الطفل المفروض يعرف ايه؟ المفروض يعرف تعريف ذا ليست يعني الاقل، يبتدي يطلعه من على الباراجراف بيشوف اقل حاجه موجوده فده ذا ليست، وبيبتدي يعرف برضو ذا موست اللي هي الاكتر، وهو خدها اصلا ذا ليست وذا موست خدها في جريد 1، بيبتدي يعرف الاكتر زي هنا كلمه زي هنا الماده بتاعت الارابيك ذا موست. ممكن يجي يجيب لي يقول ذا ستودنت هو لايكت انجلش اند ارابيك، وجود كلمه اند معناه ان هو بيعمل اديشن، بيعمل بلس، هنا بنجمع المادتين بتاعت الانجلش والارابيك. طيب ممكن يقول لي ارابيك مور ذان انجلش، ذا ستودنت هو لايكت ارابيك مور ذان انجلش، كلمه مور ذان هنا معناها ماينس، يعني معناها بيعمل سبتراكشن. المفروض ان الطفل خلاص عارف يعمل اديشن ويعرف وعارف يعمل سبتراكشن، وانا شرحتهم في فيديوهين منفصلين،
الجمع والطرح عن طريق المكملات، هسيبهولكم في الوصف ممكن ترجعوا ليهم. هنا معلومة مهمة جدا، الطفل قبل ما يعرف كلمة أو هو بيرسم، قبل ما يعرف السكيل لازم بيبتدي يشرحوله على الجدول ده، على التيبل ده، بيبتدي يعلمه اللي هو الكاونتينج. طيب الكاونتينج مثلا اللي هو هنا 2 بعدها 4 بعدها 6، اللي عمله ده اسمه سكيل 2. يعني ايه سكيل 2؟ يعني كل 2 بيمثلها بعد كده ب 1، تمام؟ يبقى ده اسمه سكيل 2. طيب الكاونتينج ده هو جاي منه، او هو اصلا طريقه المالتيبليكيشن باي كاونتينج، يعني هو ده جدول الضرب. يعني هنا مثلا الكاونتينج باي 2 ده مالتيبليكيشن اوف 2. لو كده نقول ايه هو مالتيبليكيشن اوف 2، هنلاقيه 2 4 6 8 10، يبقى ده اسمه كاونتينج باي 2. لما يجي يطلب counting by 10 يعني يقصد سكيل 10، هو 10 20 30 40 50، وده برضو multiplication of 10. كنت شرحت في القناة multiplication of 3، كنت شرحت فيديو اول خالص هو كان by counting، كان كنت بقول الريزلت اللي هي 3 6 9 واطلع فوق 12، هي دي نفس الفكرة. يبقى المالتيبليكيشن هو عبارة عن كاونتينج. بعد ما بفهم الطفل الجدول ده مهم جدا، وهو بيبقى تقريبا جاي لوحده اللي هو 120، بعد ما بفهمه للطفل ببتدي اعرفه ازاي يرسم الباراجراف ويز سكيل 1 وازاي يرسمه ويز سكيل 2. لو كده رسمناه ويز سكيل 1 هيرسمه هنا في النمبر اوف ممبر 1 2، يعني كل سنتي قدامها 1، يبقى ده اسمه سكيل 1. يبقى معنى سكيل 1 ان كل سنتي قدامه 1، يعني بمشي بالاعداد طبيعي جدا هي 1 2 3. اما سكيل باي 2 معناها ان انا بعمل كل 2 قدام كل 2 قدامها 1 سنتي. يعني لما بدي ارسم هنا برسم 2 4 6، يبقى احنا عملنا سكيب لل 3 وال 5، يبقى ده اسمه كاونتينج. يبقى لازم نرسخ عند الطفل فكرة السكيل ونشتغل على الجدول اللي هو بيبقى موجود في الكتاب كتير جدا، ونعلمه ان هو يعمل كاونتينج الارقام كتير، زي مثلا لو بدأ بال 5 يعني سكيل 5 فيبقى 5 10 15، لو عمل سكيل 3 يبقى 3 6 9. لو الطفل في السن ده عارف الكاونتينج، لما يجي السنة الجاية في جريد 3 هيبقى جدول الضرب المالتيبليكيشن بالنسبة له سهل جدا، لأن المالتيبليكيشن ما هو إلا كاونتينج. بيكتوجراف، يعني إيه بيكتوجراف؟ هي جاية من كلمة بيكتشر، يعني هو نفس الجراف بنرسمه بس عن طريق الصور. المفروض خلاص الطفل هنا هو عارف سكيل 2، فبيبتدي يقول لي ان انا ممكن امثله بطريقتين، طريقه سكيل 1 يعني الفيس ده بيبقى نعده 1، وسكيل 2 يعني الفيس ده بنعده 2. وبيبقى كاتب لي تحت في النوتس وبيبقى معرفني هل الفيس ده 2 ولا 1. لو 2 ببتدي اعد كاونتينج 2 4 6، لو 1 ببتدي اعد عادي 1 2 3. زي ما اتعلمنا ان احنا نحول من التيبل لباراجراف، هيعلمني برضو ازاي امثل، يجيب لي بيكتوجراف ويقول لي حولي لباراجراف. ببتدي هنا مثلا في النوتس قال لي الفيس ده هو عبارة عن 2، يعني البينتر هنا هيبقى 4. مدام السكيل هنا هو 2، يبقى انا هاجي هنا وهكتب في الفيرتيكال اكسس 2 4 6 8، تمام؟ وهبتدي عد البينتر يبقى 4 والماركر 2 4 6 8، همثله 8. وزي ما اتعلمت ان انا احول من بيكتوجراف لباراجراف، هتبقى بنفس الموضوع هقدر احول من البيكتوجراف للتيبل. يبقى احنا كده فهمنا ان كل اللي موجود في شابتر 1 هو طريقه رسم الباراجراف وازاي احولها لتيبل، وازاي احول من التيبل لباراجراف، وعرفنا بيكتوجراف وازاي نحوله من بيكتوجراف لباراجراف وازاي احوله برضو لتيبل. اهم نقطة موجودة هنا هي السكيل. السكيل بتسهل على الطفل جدا لو فهمها صح وتعلمها صح، بتسهل عليه ازاي يرسم، وبتعرفه بعد كده المالتيبليكيشن. اتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم، واستنوني في فيديوهات تانية.